بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله نبدأ وبه نستعين. تتواصل الانطلاقات مشاهدين الأعزاء بميدان الساد في مساء هذا اليوم، والشوط الحادي عشر المخصص للجعدان. القواي السيارات في جميع الأشواط، وهو أحد الأشواط اللي أعلنت انطلاقته مشاهدين الأعزاء المنافسة على أرضية هذا الميدان عبر هذا المهرجان. نسير وياكم ونوافيكم بالنتيجة مع اللي تصدر القيادة وافتتح الإذاعة وقاد المسيرة منذ بداية الانطلاق بهذا الشوط اللي تصدر القيادة مشاهدين الأعزاء. اللي وصل مشاهدي الأعزاء وتصدر قيادة هذا الشوط منذ البداية هملول سعيد بن سالم النعيمي، ويليه في المركز الثاني، المركز الثاني سلهود، تعود ملكية سلهود عبد الله بن سالم بن عبيد الشامسي اللي خذ المركز الثاني والمركز الثالث. الوصول مشاهدين الأعزاء من قبل الذهب بطي بن غانم بن علي المنصوري. أما في المركز الرابع، المركز الرابع مشاهدين الأعزاء القدوم من قبل اللي يأتي على المركز الرابع متواجدا هباش، تعود ملكية هباش لأحمد بن سعيد. مظهر ظهور الرجال في اللحظات الأخيرة، يا سلام، السيف 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 انطلق في اللحظات الأخيرة، مسلم بن حمد بن متعب العامري، ما شاء الله يغترب من خط النهاية، ما يفصل لنا إلا أمتار المعدودة. سلامي محلي سلام، سلامي محلي سلام، مسلم بن حمد بن متعب العامري ما شاء الله يدي العروض المميزة في اللحظات الأخيرة. السيف السيف يغترب من خط النهاية، وخط النهاية يحتضن السيف، معلن الفوز والناموس. المركز الثاني مشاهدي الأعزاء اللي وصل ميات اللي هو سلهود رقم 4 نعم، وتعود الملكية لعبد الله بن سالم بن عبيد الشامسي. والمركز الثالث هباش، وتعود ملكية هباش لأحمد بن سعيد بن سالم الجنيبي. واللي وصل في المركز الرابع رقم 7 هناك سلهود طرشوم بن صالح بن طرشوم العامري، والخامس هناك رقم 8 الذهب عبطي بن غانم بن علي المنصوري. نعود للتوقيت مشاهدي الأعزاء، السيف مرورة على خط النهاية، يقطع المسافة لمسافة الأربعة كيلومترات في فترة زمنية هو مقدارها 4 6 دقائق و24 ثانية بالوفاء والتمام. ها هو توقيت السيف، تهانينا لمسلم بن حمد بن متعب العامري على فوز السيف وانتزاعه للمركز الأول. اللي وصل في المركز الثاني أتى مشاهدي الأعزاء مياس وقطع المسافة في 6 دقائق و25 ثانية بالوفاء والتمام، اللي هو سلهود عبد الله بن سالم بن عبيد الشامسي. واللي وصل في المركز الثالث هباش لأحمد بن سعيد بن سالم الينيبي، تهانينا له والناموس، وتهانينا للجميع. إذن تواصلنا مستمر مشاهدين الأعزاء.